اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ محمد هبدا بحضرتك ويعني ممكن نفتح الكلام مع بعض كلنا لانه موضوع مهم جدا. انا مش عايز اسالك عن مستوى المنتخب وكيف وصل بنا الحال ان احنا نعمل كده، ولكن في النهايه تمت اقاله الكابتن حسام البدري بكل ما له وبكل ما عليه. صح، هو في حاجه له الراجل ما اتغلبش ولا ماتش. النتائج الارقام، لا افضل ارقام للمدير الفني لمنتخب مصر من فتره طويله. طيب يعني انت المستوى يبقى له انما له في الارقام، انما المستوى حتى الارقام. طب احنا بنتكلم نتائج ولا بنتكلم اداء؟ نتائج. ما احنا قلنا، لا قلنا نتائج كويس. نتائج الكابتن حسام البدري نتائج جيده. ثمان ماتشات، كسب اربع ماتشات، اتعادل اربع ماتشات، تاهل لنهايه كاس الامم الافريقيه، الان يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهله لكاس العالم. هو احنا اذا هو لم يتم اقالته بسبب النتائج، تم اقيل بسبب الاداء وسوء المستوى. المستوى اللي احنا شفناه كلنا مش عاجبنا منتخب مصر. يعني احنا شفنا الاداء في قدام ماتش انجولا، كسبنا ببركه دعاء الوالدين، كسبنا بس مش كنا ممكن نخطئ. الماتش الاخير ده فرقه الجابون المفروض الفرق بيننا وبينها يعني 200 سنه ضوئيه. مفيش مقارنه من الناحيه الفنيه. طبعا من الناحيه الفنيه مفيش مقارنه بين مصر والجابون. فرقه انجولا ناقصها 12 لاعب و15 مش عارف 15 ده منتخب الناشئين بتاع انجولا. وحتى لو ال15 عويس، حتى لو 15 موجودين في انجولا انت منتخب مصر كبير. لو موجود معاها جيلبرتو وفلافيو مفيش مش هيفرقوا. المفروض منتخب مصر هو اللي بيعدي. حاول مشوار الكابتن حسام من البدايه وهو كان مشوار. يعني بص النتائج اللي معروضه يا كابتن، مظبوط نتائج واحده من افضل نتائج اللي عملها المنتخبات حتى في السنوات الاخيره. ما خدتش ولا مباراه في الثمان مباريات، لكن الكابتن حسام بدري تسع مباريات. الكابتن حسام بدري المباراه الاوليه بتسوانه وديه. الكابتن حسام بدري ظلم وظلم نفسه، بمعنى ان الظروف اللي موجوده في الرياضه المصريه في الكره المصريه والكورونا وضغط الدوري والحاجات دي كلها ظلمت الكابتن حسام البدري، وان تم التضحيه بالمنتخب لمصلحه الدوري. بس معلش يا استاذ، انا بس انا بقول وجهه نظري. كابتن جو طب اتفضل ماشي. هو كابتن جوهري لغى الدوري. الله انا عشان كده ما انا جاي لك. ليه اصر؟ ليه الكابتن حسام البدري ظلم نفسه قبل الاخرين ما يظلموش؟ ان هو ما اصر زي كابتن محمود الجوهري، ما طالبش بحقه. يعني في الفيفا دي ما لعبش مباريات، كان ممكن نلعب ماتشين. شهر 6 كان في توقف دولي رفض انه يلعب فيه. طب ده كلام. السنه اللي فاتت في شهر 11 كان في توقف دولي رفض انه يلعب فيه. هو ده. هل ده ذنبنا احنا؟ لا، ده ذنب الكابتن حسام. هو اللي رفض ده. الكابتن حسام مطلوب معسكرات قبل الوداع، مش معقوله تجيبهم قبلها ب 24 ساعه ويتمرنوا ويروحوا يلعبوا ماتش مع انجولا ويسافروا 10 ساعات ويروحوا يتمرنوا تمرينه ويلعبوا مع الجابون. فاعتقد ظلم نفسه. يعني في مدرب ما بيبقاش عارف من فتره وحط القوام بتاع القايمه اللي هيختارها في دماغه شايفها. هو عارف ان عنده 9 و10 لعيبه من الاهلي، هو وافق على ضغط مباريات الاهلي وسكت. جاي دلوقتي تكلمنا عن الارهاق. احنا بنتكلم فيه دايما. لا الحاجه الاهم بقول لك اتكلم عن الارهاق. وبعدين نتقبل فكره ان الكابتن حسام يطلع يتكلم يقول لك اللعيبه مرهقه. طب ما انت وافقت على الارهاق وانت عارف هو مين اللي بالظبط. انا بصراحه اللي انا عارفه كابتن حسام، يعني احنا عشناه فتره طويله طبعا. اللي انا عارفه الكابتن حسام عنيده بيصمم على رايه مهما كان. مستغرب جدا من ان هو ساب الموضوع يصل لهذه الدرجه. ان انا ما اعملش ولا ماتش. انا متاكد ان هو كان عايز. واحنا كلنا نحترم الكابتن. وبعدين لكن لا، ما لهاش علاقه. احنا بنتكلم مش حسام البدري كشخص. لا، عشان بنتكلم عن الاداء كاخطاء وفنيا. في مدير فني جه مسك الاهلي اسمه ريني فايلر، جه يوم الجمعه سافر لعب اعتقد سوبر. لا، قبل السوبر لعب في افريقيا، لعب ماتش في افريقيا كسب 2-0 بره، وبعدين رجع لعب السوبر. الماتش اللي شفناه ده كان مذاع عندنا. بس كريم شعبان كان بيعلق بعد الماتش. كسب في افريقيا 2-0 وجه هنا لعب السوبر كسب 3 وبعدها كمل. ما كانش لا شاف لعيبه ولا فكره ان انت درس ان انت تدرس لعيبتك وتعرف يقفوا صح. بس انما ان انا احط التشكيل الحقيقه بدائي غريب جدا. يعني فكره انت كنا بنقول زمان على كوبر باصل صلاح او جري صلاح. فين انت؟ لا باصيت لصلاح ولا جريت صلاح. هو بص، اسوء مباريات محمد صلاح. في حاجه غريبه قوي. مين اللي كان هيبصيله؟ قفشه حطه جنبه. طب قفشه فين؟ حطه جنبه. لا في حاجه غريبه قوي. كابتن حسام دايما بداياته في اي مكان ما بتبقاش موفقه. يعني فاكرين بعد ما مستر ايمانويل جوزيه مشي وجه الكابتن حسام البدري، يعني بدا مع الاهلي بدايه كانت صعبه جدا والاهلي اتغلب. هعطف كلمه واحده بعد اذنك. منظومه الاهلي منظومه لا انا جاي لك بس في حاجه بتحمي اي حد
اي حد في المنظومه. كابتن حسام عشان لكن انت في الاتحاد عليه ماتش الاهلي والاسماعيلي في اسماعيليه، الاهلي اتغلب 3-1 وجمهور الاهلي ساعتها هتف كفايه بدري وبتاع، وحتى هو كان بيلعب مش عارف تاحه باك شمال باك ليفت او اتعمل يعني شوط اول الاهلي يخرج مثلا مغلوب 5-6. في الفتره دي كابتن حسام خرج قدم استقالته بعد احتفالات الجماهير في اليوم ده، وكانت بدايته صعبه جدا مع الاهلي. نفس المشكله بتهالي قابلت الكابتن حسام في بدايته مع المنتخب، وكانت بدايته فعلا صعبه مع ان معاه زي ما بيقولوا كده سكواد او معاه اسماء تقيله، ولكن قابلته ظروف صعبه. يعني تطلب صلاح مصاب مش عايز يجي. انا مش بدافع عن حد او بتكلم، بقول لك على الظروف اللي حاطت بالفتره بتاعته. النني مثلا عنده مشكله ويتنقل من نادي لنادي، وكان عنده زي ما تريزيجيه بيجي له البط صليبي. هل ده بعتبره تبرير؟ لا لا خالص، انا عايز اوريك بس حاجه. خلي بالك انا مش مع ولا ضد، انا دايما هتلاقيني عكس الكلام اللي انتوا بتقولوه، لانه انا لازم برضه ابقى هو انا بس التاني. مستغرب يعني، هو سبحان الله هي بتبقى حاجات غريبه لما بتقعد تقارن او تعمل مقارنه. مثلا الكابتن حسام 2009 كان المفروض نيلو فنجاده جاي يمسك الاهلي واعتذر، والكابتن حسام مسك مكانه. النهارده الكابتن حسام بيمشي من المنتخب، ونيلو فنجاده بعد كام سنه بيجي يمسك مكانه. فيعني او يقترب يعني، هو بنسبه كبيره هو الاسم اللي في حاجه ثانيه برضه عايز اتكلم فيها. طيب يعني احنا كلنا عمالين برضه نتكلم عن الكابتن حسام ونلوم الكابتن حسام، في اين دور الجهاز المعاون مع الكابتن حسام؟ هو اختارهم هو اللي انا بقول لك مع اللي اختار ماشي هو اختار. لا 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 مفيش، انا عايز يعني انا عايز اطلع. هو لما كوبر يعني. لما كوبر او اجيري حصل مشاكل والجمهور اتكلم عليه وتم اقاله كوبر وتم اقاله اجيري، حد قال فين محمود فايز وفين اسامه لا لا او اي حد قال فين رمزي؟ الحقيقه أقصد طالما مدير فني ماشي اختار مجموعه ماشي فهو صاحب القرار. ما ينفعش اقول ان في مشكله عند احمد ايوب ولا عند طارق مصطفى. اولا هو مهمش طارق مصطفى من اول لحظه، هو ده هذا الجهاز المفترض إيه؟ المفترض طبعا نختار الكابتن حسام. انا ما بلومش عليه، ولكن هل انت تتخيل احنا عارفين كلنا اللي حصل المفروض لكن هل انت تتخيل ان الكابتن حسام هو اللي اختار؟ هو لا كابتن لا لا احنا عارفين طبعا. لا لا طيب خلينا احنا عارفين خلينا نكون واضحين، ماسك بالجهاز المعاون بتاعه بالظبط، لكن النقطه الخلافيه ولغايه دلوقتي